عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة موديل زوين. هنا كي كتشوفوا هذا التوب، هذا شوفوا مزيان واش تذكرتوا واش عقلتوا عليه. هذا التوب ديال هذه القندورة اللي كتخيطت معكم العام اللي فات واللي كانت عجباتكم، خيطتها بأكمام كلوش، كتجي بحال هكا، باقي التوب ديالها زويون. وبغيت نغير الشكل ديالها كي كتشوفوا هنايا، التوب ديالها كي قلت لكم باقي زوين وما كشف ما حتى شي حاجه، فقط بغيت نغير الشكل ديالها ونقدها على شكل غوب عصريه، يعني للدار هكا نلبسها، وممكن انكم تخيطوها حتى يعني تلبسوها للخروج. اذا هنا غادي ناخذ القندوره، اول حاجه غادي نحيد لها داك الدونتيل، غادي نحيدو هنا. من بعد كي شفتوا ما حيدته صافي، غادي نثنيها على اثنان بحال هكا، وغادي نحيد لها داك النصف ديالها من التركيز الفوق. من التركيز غادي نقطع كيف ما غتشوفوا، غنحيد هذاك لانني ما غنستعملوش، وغنبدا الفصاله من التحت من القطعه التحتانيه. غادي ندير فيها موديل بسيط البنات وكيجي زويون. صافي غادي نجي نحط القياس ديال الكتيف ديالي اللي هو 18 زائد سنتيم، الخياطه هو 19، وندخل ب 8 سنتيم ديال العنق، وننزل من الكتيف ب 3 سنتيم صافي. وغادي نرسم خط الكتيف كي كتشوفوا، وغادي ننزل ب 20 سنتيم ديال التركيز. هنا نزلت ب 2 سنتيم العنق ديال الظهر اول حاجه، وعاد غادي ننزل ب 20 سنتيم الارتفاع ديال التركيز بحال هكا. من النقطه ديال التركيز غادي نحط القياس ديال الصدر، القياس ديال الصدر عندي 23 زائد سنتيم، الخياطه هي 24 صافي. وغادي نرجع نقسم التركيز على اثنان، وغادي نرسم الدورة وندخل باثنان سنتيم غير في الامام فقط، ونرسم الدورة ديال التركيز. هنا ما غاديش نحط القياس ديال الحزام، نتوما لا غتفصلوها على شكل فستان، غادي تحطوا الارتفاع ديال الحزام والعرض ديال الحزام، غادي تزيدوا عليه 4 سنتيم ديال السيور اللي غادي نديرو في الحزام كيف ما غادي تشوفوا صافي. وكتحددوا الطول ديال الفستان وديروا العرض ديال الجلايه لتحت، ديروا 40 سنتيم كيف ما غتشوفوا الفستان كيفاش غيجيني عريض، ديروا 40 سنتيم في العرض. هنا انا ما غنفتحش من الجوانب لانها مخيطه، غنخليها هكاك. هنا كي قلت لكم غديروا 40 سنتيم وغتدخلوا، انا دخلت ب 15 سنتيم ولكن جاتني بزاف، جاتني من الجوانب طالعه، نتوما دخلوا غير ب 10 سنتيم وطلعوا ب 10 سنتيم فقط، ورسموا هاد العطفه الدائريه بحال هكا. وهاد القطعه اللي تبقى لي من تحت غندير منها السيور القطعه اللي غندخل فيها السيور اللي غادي نخيطها صافي. كنقطع بحال هكا. دابا غادي ندوز نفصل الاكمام. هنا الكم اللي عندي هو نيت، غادي نحيدو وغادي نديرو يعني كم نصف كم فقط بحال هكا. غادي نحط الطول، هنا درت غير عيني ميزانيه، يعني نتوما ديروا الطول ديالكم، بغيتي ديروها بالكمام ممكن ديروها على شكل شوميز، ممكن ديروها قصيره، كيبقى لكم الاختيار صافي. درت هاكم قصير هنا كي كتشوفوا، نزلت في العنق ب 10 سنتيم، وهنا تراسيت القياس ديال الحزام، العرض الحزام تراسيته باش منين نجي نركب عليه داك القطعه ديال السيور يكون عندي متراسي، غتراسيوه على الامام كامل وعلى الخلف صافي. هنا عبرت العرض ديال الحزام كامل، يعني العرض ديال الحزام الربع مضروب في 4، غادي ديروا منه قطعه طويله، يعني الدوره الحزام كامله غتصايبوا ليها قطعه طويله، العرض ديالها 2 سنتيم، عفوا ديروا العرض ديالها 4 سنتيم لاننا غنثنيو سنتيمين للخياطه وغتبقى لنا 2 سنتيم. وهذيك الحاشيه اللي كانت عندي في التوب هي حيدتها، العطفه ديال التوب غندير بها الحزام. نتوما ديك الساعه ممكن انكم ديروا يعني السيور ديروهم من التوب، قطعه طويله العرض ديالها 2 سنتيم وغادي تخيطوها وديروا بها السيور. هنا بقى لي واحد الطريف ديال التوب، هنا غندير به بحال شكل الكم المروحه. الا كان عندكم التوب نتوما غديروه شي شويه طويل وديروا الكشكشه بحال اللي سبق لي وريتكم، ولكن انا هادشي اللي عندي فيه غنديرو غير هكا غير باش نزين به فقط. بحال هكا الشكل ديالها غادي تجي هنايا، غنركبها فوق الكم
كي قلت لكم الا عندكم نتوما التوب ديروا فيها الكشكشه كتجي احسن. هنايا غادي نبدا نخيط الكتفين. اول حاجه هي مخيطه من الجوانب، طبيعه الحال نتوما غادي تخيطوها من الجوانب وصافي. غنخيط غير الكتفين وغنبدا نركب الاكمام. صافي دابا غادي نجيب الكم ديال هذا المروحه وغادي نحدد المنتصف ديالو. اول حاجه بعدا غادي نخيط له العطفه ديال الجهه اللي ما الجهه اللي كتكون دائريه اللي ما غاديش تركب لينا مع الكم، كنخيطوها هي الاولى عاد كنركبو على الكم. هنا جبت الكم ديال البياسه وحطيت عليها بحال هكا هاد القطعه ديال المروحه، حددت المنتصف ديالها وغادي نجي فوق منها الكم وغادي نحطو بحال هكا وغادي نخيطهم مع بعضياتهم. نخيطو النصف الاول طريقه الخياطه ديال الكم العاديه ومن بعد غادي نخيطو النصف الثاني. صافي من بعد ما خيطت لكم غتبقى لي داك الفتحه غنجمع، نتوما غتكونوا غتجمعوا الجوانب، انا غنسد غير داك الفتحه اللي بقات ليا. دابا غادي نخيطوا القطعه اللي غنديروا فيها السيور. كنجيبوها كي قلت لكم كالطراسيه والحزام ديالكم من الظهر ومن الامام بالطباشير على البياسه وغادي نجيبوا القطعه بحال هكا كي كتشوفوا كانت 2 سنتيم للداخل وكنحطوها بحال هكا الوجه على الوجه وكنخيطوها هنا. من بعد تمسح لي هذا المقطع هذا من بعد ما خيطتها على الظهر الدوره كامله. هنا فاش كنجي نعاود الخياطه ديالها كنقلبها وكانت 2 سنتيم وكنخيطها، كتجي من واحد الجهه ما بينش الخياطه ومن واحد الجهه بين الخياطه. صافي كنخيطها الدوره كامله حتى كنوصل للنقطه اللي بديت منها. المهم الا ما كانش واضح هنا الطريقه ديال هذا العمل هذا التبطين ديال السيور انا غادي نخلي لكم لانني سبق لي ودرته في فيديو خاص. ها نتوما كي كتشوفوا كيجي الشكل ديالها، ممكن ديروها حتى من الداخل. صافي دابا هنايا غادي ندير العطفه لكم كانت 2 سنتيم وكنخيط الكم ديالي كنفينيه. دابا غادي نخيط العطفه الدائريه هنا كي كتشوفوا العطفه ديال الجلايل كي شفتوا درتها دائريه، غادي نخيطها بكل سهوله. هنا البنات الا بغيتوني ندير لكم الطريقه ديالها سبق لي ودرت لكم الطريقه شرحتها لكم، الا بغيتوني نعاودها لكم في فيديو خاص قولوها ليا في التعليقات وغادي ندير لكم ان شاء الله. كتجي العطفه الطريقه ديالها سهله هانتوما كي كتشوفوا، خصكم يعني غير تمشيو مع الخياطه وخص تكون الثوب مفصل مزيان. يعني الا كانت هاد العطفه الدائريه مفصله مزيان في الخياطه غادي تجيكم سهله، ولا كانت ما يعني ما مقطعاش مزيان في الفصاله فغادي تعذبكم في الخياطه وغتبقى تعطيكم داك التكماش. صافي هنا غنخيطها، غادي يبقى ليا الدوره ديال العنق. الدوره ديال العنق غادي ندير الخياطه ديالها عاديه غن 2 سنتيم للداخل فقط وغادي نخيطها عادي.
وهنا كي كتشوفوا من بعد ما ساليتها غادي نركب السيور. كي كتشوفوا هنايا غادي نجيب السيور ديالي اللي حيدتهم من الجلايل ديال البياسه، وغادي نديرهم في نيته وغادي ندخلهم بحال هكا عادي. وكي كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكسيوه، كتجي بحال هكا الشكل ديالها رائع، يعني عصريه زوينه. ممكن ديروها يعني البنات اللي ما دايرينش الحجاب يخرجوا بها، والبنات اللي دايرين الحجاب يلبسوها في الدار بحال هكا الا عندكم شي بيجامه اولا شي توب، يعني ما بغيتوش ديروا بها هذا الموديل، هذا كيجي في اللبسه زوين ورائع ويعني خفيف وصيفي، تلبسوه هكا في الدار موديل عصري، يعني خلينا من الموديلات شويه البلديه. كتجي الشكل ديالها زويون، كيشتو العطفه، كتجي الخياطه ديالها مفينيه. ان شاء الله الا بغيتو ندير لكم عليها فيديو نشرح لكم كيفاش تجيكم هاد العطفه الدائريه مزيانه بدون اخطاء، خليوها ليا في التعليق. وكي كتشوفوا هنايا ها هو الحزام كيجا بحال هكا، وهاد القطعه اللي زدت هنايا ما كانش عندي التوب، كان عندي التوب بزاف ودرت لها الكشكشه غتجي احسن. المهم زدتها بحال هكا، كل كيشتو بسيط. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي التعليقات ديالكم كيفاش جاكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تزوروها، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو حطيته. خليوا لي التعليقات ديالكم واللي جيم ديالكم، كنبغيكم بزاف بزاف. في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.